ترقب اللاعبين الكبار من الأندية الأوروبية الكبيرة، مدينة فيها حط الرحال يونس بلهندا بطل فرنسا مع مونبولي وأحسن لاعب واعد في الليغ أ موسم 2012. الدولي المغربي وجد في دينامو كييف ضالته بعيدا عن الأنظار والأضواء التي كانت تصاحبه في فرنسا. بعيدا أيضا عن كل الانتقادات التي طالت وتلت اختياره الوجهة الأوكرانية دون غيرها. هذه ألوان جديدة، سأخذ وقتا كافيا لتغيير عاداتي واكتشاف هذا العالم الخالي من الضغوطات نسبيا على المستوى الإعلامي، رغم أن كييف هي العاصمة ولها فريق بتاريخ كبير. وبعيدا عن الإعلام فالأمور حتى الآن تمر على أحسن ما يرام. دينامو كييف أحد أعرق الأندية الأوكرانية والمتأهل لمنافسة الدور الأوروبي، كان سباق وبإلحاح لإقناع نجم الكرة المغربية للانضمام إلى صفوفه، يقول بلهندا. لم تكن هناك عروض جدية باستثناء عرض دينامو كييف، ومستقبلا يبقى حلمي اللعب في إنجلترا. ربما أنني لم أقم بمجهود كاف للفت انتباه هذه الأندية بعد تتويجي مع مونبولي. الملعب الأولمبي بكييف أصبح ومنذ بداية الموسم ميدانا لتألق يونس بلهندا صانع الألعاب الأول للنادي. اللاعب السابق لمونبولي لم ينتظر طويلا للتأقلم مع أجواء ناديه الجديد بفضل تواجد لاعبين فرانكوفونيين على غرار أرونا وديو ميرسي بوكاني وبنوات ريمولناس في الفريق. يسجل يمرر وهذا جيد بالنسبة له. صحيح أننا معظم الوقت معا بفعل عمل اللغة الصعب نوعا ما. وعلى أمل التنقل إلى ناد أوروبي أكبر، رجاء بلهندا ترك بصمات لا تمحى في سجل النادي الأوكراني.